الناس تتساءل لماذا نلبس الأبيض يوم أمس وقبل أمس وربما اليوم. في الغالب عندما يأتي منخفض جوي سطحي ليمر فوق أجواء بلاد الشام يقوم بسحب الهواء من جزيرة العرب بشكل عام، وتصبح الرياح جنوبية. فإذا كانت الرياح جنوبية في كل دول الجزيرة العربية ترتفع درجة الحرارة، لأن الرياح قادمة من الربع الخالي وقادمة من حضرموت وقادمة أيضا من بحر العرب، وكل هذه الأماكن أجواؤها دافئة نسبيا، وبالتالي ارتفعت درجة الحرارة خلال الأيام الماضية. وبعد مرور المنخفض الجوي وعبور أجواء الشام إلى تقريبا شمال العراق، تدخل علينا الكتلة الهوائية الباردة أو ما يسمى بالجبهة الباردة لتزاحم وتصارع الرياح الجنوبية. فيكون عندنا صراع ما بين رياح جنوبية دافئة ورياح شمالية باردة، وهي الأقوى، ومن ثم يقوم الهواء البارد بدفع الكتلة الدافئة الجاثمة فوق المملكة العربية السعودية في الأيام الماضية، يدفعها ويكدسها ناحية الجنوب، ناحية الربع الخالي والجزء الجنوبي الشرقي من أشكرك. المملكة العربية السعودية.